قلبي في البستان ربيتك انا سنين لي صبر ولا ضغطك انا يا عم في البستان ربيتك انا سنين لي صبر ولا ضغطك انا يا عم في
مواصلة للحديث نقول نعم. هناك طبعا محطات كثيرة نعم. يعني عايشها فيصل علوي مع شعراء واشتركت أنت مع العديد نعم. لكن هناك أهم الأسماء تقريبا أو هناك بعض الأسماء هكذا مكتوبة بالبنت العريض نعم. في تجربة فيصل علوي، من تتذكر من أهم هذه الأسماء اللي أنت عملت معك كشعراء يعني شعراء كثير عملت مع أولا الآن أول أغنية قنيتها للأستاذ الفقيد أحمد عباد الحسين الحسين أيوة أحمد عباد ولحن الأستاذ صلاح ناصر كر أيوة اللي هي يسألك بالحب يا فاتن جميل أيوة أيوة وبعدين تعاملت أيضا مع عرض أحمد كريشة ثم تعاملت مع